السلام عليكم، معكم عيسى عبد العزيز، عضو في الاتحاد البحريني للجوجيتسو. طبعا رياضة الجوجيتسو هي فن من الفنون القتالية اللي تعتمد على القتال الأرضي اللي هو الجراوند جيم. يرجع أصول اللعبة إلى اليابان من فن الجودو، تم تطويرها من بعدها وانتشرت هذه اللعبة بشكل خاص في البرازيل. صارت اللعبة تعتمد دائما على القتال الأرضي في حركات السبمشنز أو التشوكس، وطبعا اللعبة ما فيها أي لكمات أو ركلات، هذا الشيء ممنوع. دائما يكون القتال الأرضي يعتمد على السبمشن مشابهة للمصارعة. اللعبة كانت الفكرة منها أن شلون شخص صغير في الحجم يقدر يسيطر على شخص أكبر منه. اللعبة انتشرت حول العالم في بطولات ممكن تلعبها بالبدلة أو بدون البدلة، والحلو في اللعبة أنها هي مناسبة للكل، ممكن الصغار والكبار يجربونها، رجال ونساء، ما في أي نظام معين أن شخص ما يقدر يلعب.